امشي معنا من دم ساكت. شو مين انتو؟ امشي معنا احسن ما افضي المسدس براسك. مين انتو؟ امشي لشو؟ امشي لشو؟ بتعرف هلا انه الجن الازرق ما بيعرف وينك؟ بتعرف انت يا سيد الضابط انك ما بتخوف. بتعرف ليش؟ لانه انتو مستعمرين. مستعمر بحياته ما بيخوف. بدك تقلي وين عربت صفا؟ ولا خليك تحلم تطلع من هون؟ ما خطباتك ما خطباتك رح تحلم حلم انت وكل شيشك تعرف وين راحت صفا. رح خليك تندم على هذا الحكي. خده اخي. اللي ببالي لسه ما اختمر، بس اللي لازم نعرفه كلياتنا إنه غريمنا كوموندا والضابط جان، وإنه أدهم ما بيطلع إلا إذا راح. والله هذا الكلام فيه روح. خير اللهم شكرا. مين هو؟ هل بيعلمك؟ خلي خلي أشوف مين. إيه رحت عمي؟ طلع راسك يابس مثل صاحبك ابو عصام، بس اوعى تفكر انك رح تطلع من هون قبل ما تقلي وين هربت صفا. هون ما في قانون. اللي بدي اياه رح ساوي، وما حدا رح يسمع فيك ولا حدا حيعرف وينك. اسمع. أنت اسمع، شايف بعيوني في خوف شي؟ أنا لو بدي خاف ما كنت سويت الشي اللي سويته. بس قد ما حكيت لك ما رح تفهم. أنتو ناس بلا شرف بلا أخلاق. تو صرنا من فوق الساعتين عم ندور عليه وما كنا نلاقي له اثر. هلا فت على القهوه وحكيت مع الحكيم حمزه عديلي على التليفون، ما ملاقيين له اثر، ما له اسم بكل الاضبارات بكل مستشفيات الشام. قال راح يدور عليه بالكركونات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على الوصف طول بالك عمي، بدنا نطول بالنا. الله يرضى عليك. هلا بيجوا الشباب بيطمنونا. انا مالي خايف غير يكون هالابن الحرام اللي اجى لعنده على القهوه وعمل له طرنه كرمال قال له معه دينه يكون عامل له شيء. علي ما علي، إذا بيكون ماسس شعره من راس عمي أبو حازم لا خلي يندم على الساعة اللي ولد فيها. ما في كلام. صلي على النبي. صلي على النبي. اللهم صلي على سيدنا محمد. لحيل يا أبو عصام. عريس حبيب
حبيب الله حبيب الله يا شهيد وين رايح يا جن افتح ابوابك والشهيد من احبابك والشهيد حبيب الله يا عين يا عين وفي يا عين والشهيد حبيب الله حبيب الله حبيب الله الله أختي أم حاتم وحدي الله قدر الله وما شاء فعل واللي عمله أبو حازم شي بيرفع الراس ضحى بروحه مشان ينفذ صفا مو بس أنت بترفعي راسك فيه الشام كلها بتشهد له كان خايف على صفا كتير كان حاطط جوات عيونه من يوم ما باتت على هالبيت الله يرحمك يا أبو حازم عاش كبير ومات كبير الله يرحمه استهدي بالله أختي استهدي يا ليل يا ليل يا ليل يا اشتبكي يا عين والقلب مجروح على حبايبي انا مقهور يا ليل ارجع لعبادك يا رب اسمعوا يا رجال طلعت ادهم من المستشفى ثمنها كبير وكبير كتير لعيونك اخي معتز رقابنا سدادي لعيونك اكيد لعيونك انت وقتها مع الموت والله وانا سبق يا رجال خبرت العقيد اني معكم على الموت ما في كلام مو جديده هذيك المراجل لا والله الله لا والله مو جديده بس بعد اللي صار معي بحكايه ظافر وكلام الحكيم حمزه صار لازم نصفي الكوماندان وجان قصدك اذا خلصنا من الكوماندان وجان بتصير طلعت ادهم من المستشفى اسهل يعني الكوماندان وجان هن ورا كل شيء عم بيصير بيدها ما بينت معكم انه تاركين العباد كلها وحاطين نقرهم من نقره لادها فكركم ليش حاطين نقرهم من نقره لادها مبينه هن اثنين بدهم يسرقوا التمثال هن اثنين ما في غيرهم ومن كونهم لا قصه فراسه ولا بطيخ ليك ولاد الكلب ليك ومعلومكم يا رجال كل المقاضي اللي قضاها من افراسهم هذول الجوز يا حسرتي عليك يا ادهم من الاخر خلاص ادهم بيموتوا بتعهدوني الله طب شو عم تحكي انت طميرت مصاري ايه جدي وامي عندها علم وما انا قايلت لي شو هالحكي جدي على هاي لا تزعل ابوك بضل خاصي تلامك ما بصير تعطي عليه وتزيد سره هون بس هدول مصاري من وين ولوين ولمين اذا بدك تضل مطوش هيك لك جدي رح تفوت بالحيطه وما عاد توصل لنتيجه رح جن جدي رح جن جنت ما بدك جدي
قد ما بدك جن، بس ابوك لا تعرشوها. والله ماني ولاد. لك جدي بواسطة ولاد الله يرضى عليك. لك في ناس متجوزين وكبار وعندن اولاد وعرن اولاد اذا بدك وعرن نسوان ولساتن اولاد. شغله مو بالعمر. شو عامل هلا يعني ما عامل شيء؟ لا جدي لا تعمل شيء الله يرضى عليك. ابوك لا تعرشه. اتركه. خلاص علي. يا جدي الاب بدنا نعينه. بدنا نعينه. مو نجي عليه. إذا بعت وراك اليوم أو شفته عامل حالك ما عندك خبره، ما عندك جنس العلم. هيك بس؟ جدي خلاص بلا بسبسي. رح نضل هيك تون وهم؟ خلاص. مت ما عمل لك عميل. روح هلا حط عقل براسك وعلى شغلك. روح التفت لرزقك الله يرضى عليك. القرش اللي بيطعمي خبز بدك تطالعه. وهذا اللي بيطعمي خبز. إن شاء الله نعيمة. أهلا وسهلا. معوضين. حاضر عمرك. شو خالي؟ ايه خالي. هلا عم تصفط معك الفتة بزين؟ ما بدك تدوق اياها لجدك؟ لا انا ما بدي. جدك ما بده، انا بدي. كترنا الكمونه تزبطنا يا هون. ايه؟ من عيوني خال. عليك خال. شو يا ابي؟ شو قصتي يا سليم؟ ما في شيء ما في شيء. ناقصه شوية كمون بس. Hey!